وزير الشباب والرياضة عدنان درجال في حديث مباشر مع ممثلي الاتحادات الرياضية للوقوف على المشاكل المالية المستمرة. أمن بالله وبك اللي أتوجه منك الكتاب تأخذه بيدك ومريد طرف ثاني راح يرحم كتاب أبوك. كتاب اللي للمالية أنا راح أدز بيبي إلى الأخوة في المالية والأمانة العامة أنا راح أخذ بي أنا راح أنطي أسلم بيدي إلى أخي العزيز الأستاذ حميد الغزية وراح أتكلم وياه ونحاول أنه حتى لو يكون هناك لقاء مشترك بيننا وبين الأخوة باللجنة الأولمبية لإيجاد حل شامل وكامل لهذا الموضوع. بس إن شاء الله. وهاي أمانة أمانة وقفوهم إنهم مسؤولون. وإن شاء الله الأسبوع القادم وقت. الله يبارك فيك. هاي أمانة. هسه هاي الأسبوع القادم أنا أتمنى هذا الموضوع. الاحتياجات الخاصة وعدتنا من الإمارات. من الإمارات وعدت الاحتياجات الخاصة. مخابرت. عندكم انتوا انتوا شنو شعدكم هسه؟ احنا صار لنا 8 اشهر رواتب ماكو. هي الرواتب المشكله مو هذا كلها الرواتب. من اجيال استاذ ابو حيدر 250 يرحم ابوك. 250 شنو؟ اجور مخصصات نقل هاي اللي يعطونا اياها. وصار لنا 8 اشهر مو ماخذيها وايجاري 500. يعني الله يقبل مثل هي هاي العداله؟ كل واحد 250000 دينار. والله 250 ودعت حيدر ودعت علي ابني. زين هسه انا اتفاهم اتحاداتكم. وقفة احتجاجية لممثلي الاتحادات الرياضية أمام مكتب وزير الشباب والرياضة لحل مشاكلهم الإدارية نتابع. طبعا هذا التجمع هو للمطالبة بحقوق الرياضيين، حقوق الاتحادات الرياضية التي لم تدرج في الموازنة بسبب أخطاء إدارية أدت إلى توقف استحقاقات الرياضيين ومشاركاتهم في البطولات، ولكن قابلنا معالي الوزير ومعالي الوزير حرر كتاب إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة بشكل عاجل بين الاتحادات الرياضية والأمانة العامة لمجلس الوزراء. وعدتنا كثيرا أنه يتم دعمها لكن بكل أسف الوزير كان مجرد أنه بس وعود وماكو شيء. يعني احنا اتحاد الكيكوشينكاي مقبلين على بطولة عالم في بولندا، ناشدت الوزير عبر وسائل الإعلام وناشدت رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي واعطى تنفيذ رئيس مجلس الوزراء بدعم الوفد المشارك في بطولة العالم للكيكوشينكاي، لكن مجرد كانت بس وعود. قاعد يعطي وعود لكن من دون جدوى، قاعد يقول اكو دعم من الاتحاد وهي صار سنتين على هذا الدعم. تعبت نفسية اللاعب المنتخب الوطني، صارت نفسيته تعبت يعني حتى انه هذا الموضوع. هو للاسف يعني الوزير رجل رياضي، المفروض يعني ينصف هاي الرياضيين، ينصف حقوقنا. يعني عندنا ابطال عرب، ابطال اسيا، ابطال عالم،